صباح الخير والأمل على كل مشاهدينا من كل مكان. حلقة جديدة من برنامج صباح مي بتاريخ 9 مايو 2023. بصبح على فريق العمل خلف الكاميرات وكمان بصبح على زميلي مايكل في الاستوديو. صباح الفل يا مايكل. صباح الخير يا مارينا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. يا رب النهاردة اليوم يكون سعيد كله بركة وكله خير وكله رزق ويبقى يوم لطيف إن شاء الله. فقرتنا إيه النهاردة يا مارينا؟ أول فقرة معانا هي الفقرة الإخبارية اللي دايماً بنتكلم فيها عن أهم وآخر الأحداث اللي حصلت مؤخراً. وفقرتنا الثانية هتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي. وفقرتنا الثالثة هنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة خلاص قربت. هنتكلم كمان عن إجراءات الوزارة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خليكم معانا.